بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطيب فتح الرحمن أحييكم أينما كنتم، وهني نفسي وإياكم بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير. الخطأ من طبيعة النفس البشرية، وشهر رمضان هو عبارة عن صفحة جديدة وفرصة لكل واحد فينا أن يكون إنسان جديد. شهر رمضان أشبه بسباقات الماراثون أو سباقات المسافات الطويلة. بيبدأ المتسابق يجري بصورة بسيطة ويزيد سرعته شوية شوية لغاية ما يصل للجزء الأخير من السباق وينطلق بأقصى سرعة عشان يحقق الفوز. كذلك في شهر رمضان يوميا كل واحد فينا بيبدأ يعود نفسه يدربها واحدة واحدة لغاية ما يصل للجزء الأخير من شهر رمضان والعشر الأواخر ويزيد في العبادات وبكل قوة وكل طاقة عشان يفوز بليلة القدر. يومك الرمضاني، حاول بقدر الإمكان ما تفرط في نومك. جسم الإنسان بيحتاج من 6 إلى 8 ساعات راحة يوميا، ما تفرط في الحاجة دي عشان تصحى جاهز للعبادة ومصحصح وما في تعب وما في إرهاق. خصص وقت للرياضة. لما نقول الرياضة هنا ما مقصود بها رياضة محددة، المهم انك تحرك نفسك، لان الرياضة بتساعدك على النشاط وتقوية الجهاز المناعي. ابعد تماما عن مقارنة نفسك بالاخرين، ربنا سبحانه وتعالى خلق كل واحد فينا بقدرة محددة. قارن نفسك باي انسان وشوف الحاجة اللي انت بتقدر عليها واعملها. شهر رمضان هو شهر عبادة وتقرب من الله سبحانه وتعالى، حاول بقدر الإمكان إنك تبتعد عن كل الحاجات الممكن تلهيك عن الكلام. وفي الختام بقول لكم أنا شاركتكم بالحاجة الشريفة في وجهة نظري، يعني أي واحد فيكم عنده أي إضافة أنا مستعد. وما تنسوا لايك وشير إذا عجبتكم الحلقة. إلى اللقاء.